لأن الأمير عبد الرحمن سعود الله يرحمه قال لسه إيه صغير. كان فترة الأول، رجعت بدايتي إيه أول بداياتي كان أبو خالد، كنت توني صغير وقال لا أهدوا عليه شوي، لأن سبحان الله أتذكر أنا قبل مدرب فرنانديز بس ماني متذكر اسمه، بعد المدرب ذا جاء فرنانديز، بعدها فرنانديز بدأ يعطيني الثقة، هنا بداياتي بدأ يعني أول موسم لعبت فيه اللي هو كان 14 بديت معهم، هم بدأ تدريجيا 15 هو اللي بديت انطلقت فيه، لعبت فيه 15 كان 15 14 هو لعبت لا كنت يعني مع المجموعة بس اللي حققنا فيه، بس 15 هو اللي بداياتي، هي اللي بديت انطلاقة عبد العزيز الجنوبي في الفريق الأول. هذا الموسم 1415 يمكن لعبت مباراة لا تنسى أمام الاتفاق، ايه في مباراة ضد اتفاق اللي تأهلنا للنهائي، اللي هو اعتقد ماجد عبد الله جاب فيها 3 اهداف كان من ضمنها هدفين اللي صنعتها في المباراة. ايش قصة الاهداف اللي صنعتها الماجد؟ والله شوف في هي في اعتقد الجول الاول اذا ما خابني الظن اللي كانت الركنية، كان محيسن مجهد يعني من فاعطاني الفرصة قال رح انت اللي جرب، فمن بعد الكرة السوداء سبحان الله ماجد كان يأشر لي يعني العبها بقوة وفي منطقة بين البلنتي والخط الحارس 18، لعبتها دون تردد شوية إلا لقيت ماجد ما شاء الله نجحني ونجح الأوفر وسجل منها هدف. والجول الثاني أعتقد أني لعبتها من وراء المهاجمين ما شاء الله، الكنترول عند ماجد ودريبل اللي هو جاء منها بلنتي أتذكر، هذه من اللقطات اللي أعطتني دافع، ماجد كان يحفزني كثير يعني للأمانة، والمجموعة اللي كانت معي كانوا يحفزوني، وهذه انطلاقتي بعدها. ولعبت النهائي اللي ولعبت النهائي بعدها مع أمام الهلال اللي حققنا فيها الكأس الدوري.